الله أكبر على كل منطقة وتجمل. فادي الحمد لله، نحن الآن على جبهة العاصمة دمشق بمدينة جوبر. قمنا الآن الحمد لله بالسيطرة على عدة أبنية، وفضل لله تعالى دمرنا عدد كبير من الآليات وكبدناهم خسائر كبيرة بالجثث، والحمد لله الفضل لله تعالى. كم عدد الأبنية التي تم السيطرة عليها؟ ثلاثة أبنية الحمد لله، ثلاثة أبنية ضخمين على جبهة كروش. لحظة طلعت نقرا بس وقف ايه؟ قرب لهون ايه ما في شيء يلا شباب اصلا ما في شيء كيف الدشمة هي اللي تجي لجوان على عشور الشباب وخاطر لجوان عشور شباب وعشور هي المستعصية؟ ايه ما فيها شيء